أمير الكويت لما بعث رسالة إليه قال له أنا أريد نقاتل إيران على ما أظن، مني السلاح والمال ومنك الرجال، أعتقد بهالمعنى هذا يمكن، ولا أنا غلطان؟ لا حضرتك أنت أكيد قاري رسالة الماجستير يمكن إلى بنية من بيت زنقنة كاتبة هذه الذاكرة. نعم. فعلا هو كان ملك عبد العزيز آل سعود الله يرحمه علاقة وطيدة مع جدي، علاقة يعني علاقة الصداقة وعلاقة يعني كعائلة بعائلة وكذا. فمن أجل العراق جدي هو ما يحتاج رعاية، بس كان يعني من المقربين إلى قعداته بهدايا بكذا وأكرمه موضوع الكويت. أما الكويت مو جدي سالم الخيون، كان مبارك الله يرحمه الشيخ أمير الكويت مبارك الصباح، هو مؤسس دولة الكويت، كتب رسالة ويمكن أدسها لك أو دزيتها لحضرتك يعني شوفها، بخطي اليد ماله وختم موجود بها وكذا، كاتب للشيخ حسن الخيون اللي هو أبو سالم. نعم تمام. وصير جد أبوي وجد تمام. أمي تمام. فكاتب له بين يعني بعد التحية والسلام وكذا وكذا، أنا كذا وإحنا يعني خايفين من الغزو الإيراني ومن هالحشي هذا وما أدري شنو، فالمال والسلاح، حتى كاتب له السلاح الموجود عندنا الموزر. يمكن أنتم الشباب ما تعرفون الموزر، هي الموزر والبرنو كانوا أشهر بندقيتين تمام، موجود عندي ومنك الرجال ونتقاسم حكم الكويت أنا وياك. وما أدري بعد جدي حسن نفذ أو ما نفذ. أنا طلعت على الرسالة، رسالة موجودة يعني وعدنا احنا محتفظين بها لحد الآن. فهاي كانت العلاقات شيوخ بالشيوخ وعوائل بعوائل، يعني مو هسه من هب ودب وقال أنا عندي كذا وعندي كذا وتاريخي كذا وكذا، يعني تاريخ كله موثق والحمد لله وشكرا.